كان هو عم يعمل الدورة في قوى الأمن الداخلي بمعهد قوى الأمن، كان أستاذه كمان نفرت نظره من هذا ضابط يعني له مستقبل كبير. وقت قرر انه يعني يمشي بهالطريق، ومن وقتها صار مهدد، من بعد ما كان سمير شحاتي الله الحمد لله اللي الله انقذه من هالجريمه اللي كانوا حابين يقتلوا فيها، لما كان جاي على الشغل بعدين صرت هيدي الشغله وسمير شحاتي هو سافر على كندا وصرت هيدي المهمه كلها على كتف وسام. يعني اول مره هددوا بانه حطوا له عباب بيته متفجره، انه هيدي كانت انذار له. هو لما رجع من شغله شوفير كان بالسياره، طلع وسام واول ما فات على بيته فات شوي انه عم يعمل شيء، بس ما بيلي الا برن الجرس، برن الجرس بيجي بتاخر شوي، هو بيجي لبيجي عم يمد ايده وعم يفتح الباب بيطلع الانفجار. 2007 بواحد بايار ب 20 ايار هيك سياره قدام بيتنا هون كمان كانت ناطره، طلعوا عالم من تحت هيدا ناطرين بالسياره وكلهم لابسين اسود باسود وركبوا بالسياره، شوفوني على البلكون ركبوا بالسياره وراحوا. اتصلنا بالمعلومات، يعني المعلومات مخدوده خط وعارفين كل شيء، نحن معنا خبر. اتصل فينا وسام حسن عمل اتصالاته بعرف انه صوب اللي بقى لما كان هونيك فات كان فات عم يداهم اخر شيء هذا المحل انه الاساسي هو المقر الاساسي هون اللي كانوا هن يعني كلياتهم مجرمين. بوقتها بلشوا صاروا يضربوا عليه يضربوا عليه يضربوا عليه الاسلحه وقنابل وكذا، صوبوا وصفى دمه وقعد هنيك بالميتين بالمبنى هنيك محل ما كان. ضل كام يوم بالمستشفى، رجع طلع على اساس يخلوه بالمديريه وما يخلوه يطلع لبرا، وحمايه وما حمايه، ولو من النوعيه لا بتحب لا الحمايه ولا بيحب الفخفخات، ما بيحب يبين على العالم انه هو عم يشتغل او هو مهم او هو كذا. قال له يا امي هذا الجيب الله يرضى عليك ما بقى تمشي فيه، لانه يعني كذا مره انه حاولوا انه هذا الجيب قدام بيتنا، هذا حاولوا يحطوا لي يفجروه قدام بيتنا هون برمضان، وهو كان اول ما كان فات ينام شافوا اخوه عم يطبوا تحت السياره عم يحطوا له شغله بالجيب تبعه. الارهابيين اللي عم كانوا عم يشتغلوا هيدي الشغله لما بدهم يوصلوا للشخص عم يوصلوا له، ما في شيء عم يقدر يردعهم. يعني ما بعرف انا انه كيف انه دوله وحكومه وبلد طويل عريض انه الارهاب ماشي فيها بهالطريقه، ولا عم يقدروا يكتشفوا ولا خيط ولا شيء. معقوله لهالدرجه وكل انسان خايف ما يقول الحقيقه؟ كل انسان بداخله، كل انسان بداخله بيعرف مين هالقتله، وكل انسان منا ساكت وعضت على جرحه.